وتجعل الإنسان يسبح في فلك كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر شيخنا على والديه أي نعم بلا شك. سبق عمره 12 سنة بلا شك، يعني الوالدين لهم دور كبير، بل أنه كثير من الذين حفظوا كلام الله سبحانه وتعالى الوالدين هم لهم سبب كبير. ولا تسأل، لا تكاد تسأل أحد من أهل القرآن تقول له الفضل لمن بعد الله سبحانه وتعالى في حفظك للقرآن، لقال الوالدين. وهذا يأتي دور الوالدين في اختيار المحاضن في بداية الحياة، في بداية حياة الإنسان. هذا الإنسان في بداية، هذا الطفل في بداية حياته هو لا يستطيع أن يقرر ولا يعرف أين يذهب، فأي مكان تضعه هو يتوجه. فالوالدان يأتي دورهم الآن في هذه اللحظة عندما يختارون الأماكن المناسبة لتعليم هذا الإبن كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لهم كريما للوالدين في هذا الزمن الذي أصبحت التربية فيه صعبة جدا، وأصبح كل الموجهين وكل الآباء وكل الذين يمارسون ويعني يمتهنون التربية أصبحوا يعانون معاناة شديدة في ظل ما يواجهه الناس ويواجهه الإنسان في هذا العصر، أقول له كريما تؤمنه بإذن الله سبحانه وتعالى، علم ابنك القرآن وسوف يعلمه القرآن كل شيء. علم ابنك القرآن وسوف يعلمه القرآن كل شيء بإذن الله، أن هذا القرآن سيحميه ويكون هو الأساس والقاعدة التي يخوض بها غمار هذه الحياة، حتى وإن حاد عن الطريق قليلا في فترة من فترات حياته، لكن القرآن بإذن الله يحميه، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، تكون العناية ربانية، العناية إلهية.